قبل ما اروح لفقره رد الجميل، مهم جدا نقف جنب جماهيرنا. جماهيرنا المحترمه اللي سافرت ورانا كتير، عملت حاجات اكثر من رائعه كتير جدا، وكان ليها بعض الاخطاء اللي كلنا انتقدناها، سواء وانت بتلعب او سواء وانت بتتفرج وسواء بعد ما بطلت. عايز اقول اللي جماهير النادي الاهلي النهارده صحينا على خبر محترم جدا جدا جدا، المجموعه اللي كانت عشان قصه احياء ذكرى شهداء النادي الاهلي، وكان الناس اتوعدوا اللي هم هيروحوا هيتكلموا معاهم ويخرجوا، الناس دي بقى لها 6 شهور. النهارده القضاء العادل الشامي خلاني انا بحترمه طول الوقت، مش البعض اللي هو شويه وشويتين وبعد كده نرجع، احنا بنعملش كده. انا بحترم مؤسسه القضاء العادل الشامخ لان بنبني دوله بكل مؤسساتها. النهارده القضاء الشامخ افرج عن المجموعه اللي بقى لها 6 شهور من النادي الاهلي، واخدوا براءه الناس راحه وكفاله، الناس راحه الاسر تدفع الكفاله، منهم اسر بسيطه اعلم جابوا الفلوس منين ومش هتكلم اكتر من كده، رايحين الناس تدفع، النيابه استأنفت من جديد ورجعوا تاني السجن. وانا هتكلم بمنتهى الصراحه زي ما دولتي بتتكلم، انا قلت لكم الكلام دوت، في بعض الكلام هتلاقوه متكرر في حلقات كتير جدا جدا جدا. ليه؟ لان كلنا لازم نمشي في اتجاه واحد. لما نقول من وزير الشباب والرياضه وبيقول 2017 2016 2017 2018 عام الشباب، انا احترم القضاء وما اقدرش اقول، والقضاء لازم يقول كلمته. القضاء النهارده الصبح قال براءه بعد 6 شهور، منهم بالمناسبه كانوا 9 أو 10، منهم 3 اخذوا براءه وخرجوا بقالهم اعتقد شهر او حاجه زي كده. في ناس بتخاف تتكلم وناس تخاف تقول، مش قادره تفهم اللي الدنيا اتغيرت، ومش قادره تفهم اللي كلمه الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسمعها، ولما نروح نتحاسب ربنا سبحانه وتعالى مش هنبقى خايفين لان قلنا كلمه الحق. كلمه الحق للشباب ده اساسا هو بيتاخد من بيته، قال اللي هو هيخرج. الشباب ده اتقال للاسر كلها هيحصل بعض الكلام، خلاص حصل اللي حصل، نحترم القضاء من حق يبقى في تحقيقات ونشوف لو في اخطاء لا يكملوا، احنا مش مع ده ابدا. لكن النهارده لما يخرج ونشوف الكلام ده، ده بيبقى بالنسبه لنا يعني لازم نتكلم ونديهم حقهم. ليه؟ عشان لما بشوف ببقى فخور ببلدي، ببقى فخور ببلدي لما الاقي بعد ثورتين لو حتى تغير قد كده في دوله 100 مليون لازم كلنا نشيد. بمعنى ايه؟ بمعنى مش هتكلم، انا اتكلمت عن مؤتمرات كتير جدا لسياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. المؤتمر الاخير اللي موجود كان مين اللي قاعد جنبه؟ رسالة لمين؟ كل ده هنجاوب عليه. كان مين اللي قاعد جنبه؟ كان قاعدة الأولى على الثانوية العامة. رسالة اللي بيجتهد وبيتعب بنقف جنبه، فروح اجتهد، فكر، اشتغل، اعرق، هتبقى جنبي. زمان ما كانش فيه جنبي ولا ايه؟ كان حد يقدر يتكلم؟ ما تخلونا نتكلم بصراحة. على الشمال هتلاقوا مخترعين وبيفكروا، اللي عايش في ألمانيا موجود بره، واللي عايش في فرنسا موجود، تعالى اخدم بلدك تبقى موجود. وتقعد جنب مين؟ تقعد جنب رئيس جمهوريتك. فرسالتي اللي طول الوقت بقولها، لما أنا بخرج خلاص، لو أنت شايف الوقت اللي وقعده 6 شهور هو عقاب، فالدولة الخط بتاعها دعم الشباب المحترم الواعي، دعم الشباب اللي بيقف جنب بلده. ولما حد مش واخد على الوضع ده ويبقى موجود 6 شهور هيخرج، هيعاقب نفسه قبل اي حد، واسرته هتبتدي تتدخل عشان تحمي ابنها. لا ده غلط، ده هيودينا لطريق شفناه وكان صعب علينا. صدقوني انا بتكلم لمصلحه الدوله ولمصلحه الشباب. عارفين ليه؟ عشان لما يخرج وخلاص يكون استوعب الدرس، واعتقد اللي هو استوعب الدرس، الشباب ده يبقى في حضنك، ما يخرجش وهو عنده مشاكل نفسية على الأقل، ما يخرجش يشت عن اللي وتلاقيه غير سوي. صدقوني الواحد مهم جدا طول الوقت يتكلم عن ده، ولو خرج وعمل مشكلة أول ناس حتى لو هو منك هتقف على وتقول له لا استنى، احنا في يوم من الأيام اتكلمنا وسندنا ودعمنا الحق، لكن انت مصمم على طريق مش طريقنا، فهنقول لك لا شكرا. لكن المرة دي بنتكلم عن حق، مع احترامي للقضاء الشامخ العادل
اللي هو اداهم براءة النهارده، وكمان احترامي للنيابة حقها اللي هي تطعن والكلام ده، احنا لكن بنتكلم للخط اللي ماشي فيه رئيس دولتنا وزير الشباب والرياضة. ده كلام مهم جدا نقول ان شاء الله، ان شاء الله عندنا ثقة كاملة في قضاءنا الشامخ العادل. الشباب ده يخرج عشان يخرج شباب سوي، شجع الاهلي باخلاقياتنا اللي احنا نعرفها، بعيد بقى عن اللي بيزايدوا على الشباب واللي ما بيجيبوش سيرتهم اصلا ولا بيناقشوا المواضيع. بيستدعوا الشباب لما يبقوا عايزين يسخنوا الدنيا، ولما الشباب يبقى في ازمه ما بتشوفهمش، بتلاقيهم مستخبيين تحت الترابيزات.